اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. نسيت اقول لكم ان صديقي العزيز محمد هاني رئيس شبكه سي بي سي قرر هو الاخر التبرع ب 10% من صافي راتبه لمده عام. وهذا ليس بغريب على محمد هاني يعني. بعد قليل جدا هيكون معي واحد من اهم الوزراء في هذه المرحله وهو الدكتور خالد حنفي وزير التموين. الراجل ده هو اللي بيحقق واحد من اهم مطالب الثورة، عيش. والعيش يعني الحياة الكريمة، والحياة الكريمة مفيش جعان بيعيش كريم، أي جعان بيعيش مهان. الراجل ده وأذكر له إني انتقدته في يوم من الأيام، ولكن كان انتقادي في غير محله. لما طبق التجربة الجديدة بتاع الخبز في بورسعيد وقلت إحنا ذنبنا إيه هنا، فالتقيت التجربة بتعمم وتنتشر بسرعة أكبر. عامل نشاط كبير، عامل تجربة جديدة في بطاقات التموين هتبقى مبهرة. هنعرف إيه اللي هيحصل في شهر رمضان الكريم. طيب النهاردة مجلس الوزراء كان في اجتماع، وعايز أقول لكم إن وزير التموين من الصبح بيروح شغله الساعة 7، يعني بيصحى الساعة 5، فينام إمتى؟ فأنا مسهره النهاردة. فكان في اجتماع النهاردة في مجلس الوزراء بمقر هيئة الاستثمار. وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجهزة الدولة، ويلزم بذلك ألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضى أي شخص من العاملين بالجهاز الإداري للدولة مهما كانت البدلات وكله عن 35 مثل الحد الأدنى، وبما لا يجاوز 42,000 جنيه شهريا. وده يأتي اتساقا مع نص الدستور الذي يلزم بضمان تكافؤ الفرص والتوازن العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بحد أدنى الأجور والمعاشات وبحد أقصى في أجهزة الدولة لكل من يعمل بأجر وفقا للقانون. عندنا هاشتاج النهاردة اسمه اسأل وزير التموين. أي حاجة عايزين تسألوها للسيد وزير التموين هنتلقاها ونعرضها عليه. النهاردة سيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في زيارة سريعة استمرت ساعتين تقريبا إلى الجزائر الشقيقة، زيارة تاريخية. هذه أول زيارة مهمة، احنا عارفين بعد أحداث الجزائر والمباراة والشرخ الذي حدث بين البلدين لم يذهب أحد إلا الرئيس الأسبق مبارك لتعزية الرئيس بوتفليقة في وفاة شقيقه. أما هذه الزيارة الرسمية فهي كانت زيارة فيها شكر للجزائر على الدور الذي لعبته لعودة مصر إلى الاتحاد الإفريقي. أيضا هيكون لها علاقة بأزمة الغاز في مصر، والجزائر من أكثر الدول المنتجة والمصدرة للغاز. أيضا لها علاقة باتفاقيات ستتم بين البلدين لمواجهة الإرهاب. أيضا لها علاقة بحدودنا مع ليبيا وتأمين هذه الحدود. زيارة كلها فوائد، زيارة في توقيت جيد. خرج من هناك إلى غينيا الاستوائية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ليترأس وفد مصر في اجتماع القمة الإفريقية. CNN نشر تقرير ان من اسباب الزيارة دور الجزائر المحوري في عودة مصر للاتحاد الإفريقي، وقالت ان الجزائر بتلعب دور مهم مع جارتيها تونس وليبيا وفي الكثير من مناطق التوتر في الساحل الإفريقي ولا سيما في مالي. الاتحاد الإفريقي من المتوقع انه هيناقش اطلاق آلية أمن مشترك تتشكل من 4 دول تقودها الجزائر لمواجهة تنامي حركات الإرهاب. على طول رويترز قالت إيه؟ قالت إن الجزائر توافق على توريد 5 شحنات غاز طبيعي مسال لمصر، حجم كل منها 145,000 متر مكعب قبل نهاية العام. الاتفاق شبه مكتمل لكن ما اتفقوش على الأسعار. ومصر قالت ان احنا قدرنا جهود الجزائر جدا في عودة مصر للاتحاد الافريقي. فيما قال وزير خارجية الجزائر رمضان العمامرة، زيارة السيسي لبلادنا مهمة وفي وقتها المناسب. طيب خلوني اخد التليفون اللي اتقطع. الدكتور احمد محيي من الكويت، اهلا وسهلا دكتور احمد. اهلا بحضرتك استاذ خالد، اهلا بيك. كل سنة طيبين والشعب المصري كله طيب وحضرتك بخير. وأنا بشكرك، أنت دايما صاحب مبادرات في كل التحولات اللي بتحصل في مصر، كنت بلاقيك مادد إيدك بأفكارك ودماغك ما شاء الله. قول لنا دكتور أحمد، أنت ترى كيف يمكن للمصريين في الخارج أنهم يقوموا بدور مع مصر في هذه المرحلة؟ أنا بس قبل ما أقول الفكرة اللي أنا عايز أطرحها على حضرتك، اتفضل. أنا مقدر جدا انفعالك لتبرع المصريين لمصر، وبرضه مستغرب ان انت يعني المصريين بتحسهم
نفسهم بكل القوة دي، مع ان المفروض الوضع ما يكونش كده. الواحد لما والدته بتحتاجه بيحاول يعمل لها اقصى ما يمكن. نعم. ما بيعرفش قيمة والدته الا لما ربنا يتوفاها. قيمة مصر عندنا كلها فوق ما تتخيل، فاحنا مش عايزين نوصل ان احنا نقول يا ريت كنا ساعدنا مصر بالطريقة دي. معاك حق. مصر ليها الفضل علينا كلنا من صغير لكبير. انا على العموم بس محتد شوية على الاغنياء المتعففين اللي شايفين ان ده كتير عليهم، مش على المصريين. الشعب المصري طول عمره مستعد يقسم اللقمة او يشيلها من بقه ويديها للبلد دي. اتفضل. ودي حقيقة. نعم. والاغنياء لو حضرتك تتابع منظومة الضرائب في اي دولة اوروبية، مثلا في المانيا، اللي يتهرب من الضرائب اقوى من ان هو يكون عمل جريمة قتل. صحيح. عقابه وبيدفعوا ضرائب تصل احيانا، الانسانيه بتختلف تماما. بيدفعوا في فرنسا ضرائب تصل او تزيد عن 60%، ومحدش يقدر ما يدفعش. بالظبط. احنا هنا بنتكلم في 20 و25 و10 سنين اعفاء ضريبه وحاجات كده وتسهيلات وامتيازات وكل حاجه في الدنيا. ربنا يصلح الحال والناس. الو. ايوه سامعك يا دكتور. طبعا علشان الواحد عايز، انا وغيري كل تقريبا المصريين في الخارج يتمنوا ان هم يساعدوا البلد باي شكل من الاشكال. وانا بقول الفكره دي من منطلق ان انا لما باجي اشرك ابني معايا في اي حاجه، احساسه بالمسؤوليه بيعمل حاجتين معايا. نعم. بيخليه طلباته اللي بيطلبها مني قبل ما بيطلبها بيفكر شويه، ونمره اتنين بيحاول يساعدني على قد ما يقدر. وده اللي انا يعني مصدر فكرتي في اللي انا عايز اقوله لحضرتك. اتفضل. نمره اتنين كحاجه مهمه في الفكره اللي انا بقولها، ان انا مقتنع ان المثلث بيجي من تحت لفوق مش من فوق لتحت. فاحنا لو عندنا محافظات الحمد لله رب العالمين كتير، وهتلاقي كميه المشاكل في المحافظات في جميع المجالات لا حصر لها. صحيح. فانا من رايي ان الشباب اللي هو، وانا برضو شايف ان الشباب درايتها بالواقع مش موجودة. يعني انا لما الاقي اوضة مقفولة والاوضة دي بيتقال عليها اوضة من جوه، يعني المغزى في الكلمة ما يتعش فيها، وانا بس مجرد بقول الكلمة دي من بره وما دخلتش، احتكاكي بيها من جوه هو اللي هيخليني اعرف ايه البوينت، النقط الضعف، وازاي اتعامل معها. فمعظم الشباب او معظم المصريين بيقول مصر بقت خرابة. نعم. بس وخلاص، بس مش عارفين ايه اللي بيحصل جوه، مش عارفين ايه اللي موجود، ازاي هنعمله، هيتكلف كام، كل ده مهم. فانا من رايي ان كل قناه فضائيه من القنوات المحترمه اللي زي القناه بتاعت حضرتك، ربنا يخليك، والاعلاميين المحترمين زي حضرتك، ودي مش مجامله ودي حقيقه، ربنا يخليك، يتولوا محافظه او محافظتين متابعه، بحيث ان الشباب اللي موجود في المحافظات في جميع التخصصات، ودولت هتلاقيهم كتير ما شاء الله، يعني مصر غنية بولادها، ينزلوا، وده يكون بترتيب عن طريق الدولة وعن طريق مؤسسات الدولة في المحافظة، ينزلوا يشوفوا مثلا في مجال الطرق، في مجال المجاري، في مجال المية، ايه المشاكل اللي موجودة، وعلشان تتحل هتتكلف قد ايه. نعم. ويعلن، والله مثلا حضرتك مسكت محافظة الجيزة، والله الوضع عندنا في محافظة الجيزة في المجالات الفلانية 1 2 3، وهتتكلف 1 2 3. لو طلبت من الناس اللي موجودين داخل أو خارج مصر، يا جماعة احنا محتاجين مبلغ مثلا 1 مليار جنيه. أنا عندنا هنا في الكويت، احنا مثلا عدد المصريين الموجودين في الكويت في حدود 500,000 تقريبا، الله أعلم ممكن يكون أقل ممكن يكون أكثر، نقول من 400 ل 500. سي ان ممكن يتبرع ب $100 شهريا او اسبوعيا او كل اسبوعين. $100 يعني تقريبا في حدود 30 دينار. 30 دينار دولت انا ممكن اخرج انا والولدين بتوعي ومراتي نصرف اكتر منهم في الغدا. صحيح. فدي بالنسبه لاي واحد في اي دوله عربيه ولا حاجه. نعم. أنا لما اتبرع ب $100 أسبوعيا
او على مش يعني عايز بنتكلم اقول لو اكسب. يعني المقتدر يبقى 400 دولار في الشهر في المشروع ده، لو افترضت ان في 100,000 فقط من اللي في الكويت فقط، 100,000 فقط. شوف حضرتك 100,000 فقط هيعملوا كام في 400 دولار؟ لا ده عاملة كتير. هيعملوا كام؟ هيعملوا 4 مليون دولار. فانا من رايي ان الحاجات دي تتعمل والتبرعات تكون موجوده لاماكن محدوده، يعني ما نعملش تبرعات على كده وخلاص، يعني احنا هنتبرع لمصر وخلاص، ما ينفعش. لازم التبرعات تبقى موجهه لحاجات معينه، ولازم تبقى الحاجات دي لما تتعمل تبقى ظاهره على التلفزيون، علشان اللي بيتبرع في ناس كتير تقول لك فكرة والله طب كويسة انا أوي مش يا عارفه دكتور أحمد، فلوسي دي بتروح فين. فكرة كويسة وهنفكر فيها، ونتمنى إن احنا نقدر ننفذها أو نبتدي فيها أو نطورها. بشكرك يا دكتور أحمد جدا على أفكارك وعلى تواصلك. المصريين في الخارج مهتمين ونفسهم يعملوا حاجة للبلد دي، بس عايزين آلية وشكل. هنخرج الآن مع صورة حارس مرمى كوت ديفوار امبارح لما كوت ديفوار جابت جون في اليونان، أكل النجيلة. أيوه أكل النجيلة. طب ممكن نشوف الصورة وأنا بتكلم؟ نزل على الارض واكل النجيله. كانت فرحه يعني، حاله شكل غريب عندنا في افريقيا. على فكره كوت ديفوار خرجت امبارح بهدف ضايقني جدا، ضربه جزاء في اخر دقيقه غير صحيحه بالمره يعني، بس هي دي كره القدم، حتى حلاوتها باخطائها. هسيبكم مع لقطات وصور من مونديال البرازيل الممتع. هاشتاجنا مره اخرى تابعوه اسال وزير التموين. بعد الفاصل هستقبل ضيف العزيز دكتور خالد حنفي وزير التموين لنبدأ الحوار، وشاركونا من خلال الهاشتاج أو عبر الهاتف. نلتقي بعد الفاصل. مرحب شهر الصوم، مرحب ليالك عادت في امان. في ناس لسه بتشتري، في ناس لسه بتيجي، بيجوا يسالوا بياخدوا حاجات على قدهم، في ناس لسه بتاخد شنط كتير، بس مش زي الاول. يعني السنه اللي فاتت كانوا بياخدوا شنط كتير جدا، بتطلع لله وحاجات زي كده. السنه دي اقبال ضعيف جدا، تقريبا اللي طلع تقريبا حوالي 10% من السنه اللي فاتت. يعني بنجيب حاجه في رمضان والاسعار متوسطه، لا هي اللي غاليه ولا هي اللي رخيصه، يعني في المتوسط. اشتريت، بس اشتريت عينات، يعني مش ربع كيلو من كل حاجة. يعني هو البلح اللي جبنا مثلا 2 كيلو، برضو البلح يعتبر غالي لما تجيبيه ب 12 جنيه وب 14 جنيه في أسر بتعتمد عليه. الفراخ اللي زادت أسعارها، أنا جبتها بصراحة قبل دخلة رمضان يمكن ب 20 يوم، كانت البلد جايباها ب 25، دلوقتي وصلت 28 و30. فبرضو الواحد إيه بيجيب حاجات برضو ايه يعني تمشي 15 يوم مثلا في رمضان. جبنا بس اللي هي حاجات بسيطه بس، يميش وكده ولا كمان لا يميش، يميش بس اللي هو اليميش، لكن الزيت والسكر الحاجات دي يعني حاجات قليله. لا الشهر ده لسه عشان لسه ما قبضتش، بس مش اكتر. هجيب ان شاء الله كل حاجه، بس لو لقيت الحاجه رخيصه هجيب، ما لقيت الحاجه زي ما هي مش هجيبها. الحاجه كتير في الاسواق ومطاطه، بس ما فيش فلوس. قمر الدين غالي جدا، وطبعا جميع انواع اليميش والمكسرات، كل حاجه. الخضار بقى غالي جدا نفسه، يعني فما بالك انت اليميش والكلام ده كله. قمر الدين طبعا قللته جدا لان سعره عالي من فوق ال 40 وانت ماشيه يعني، لكن بعض المكسرات هزاز شويه، بس بقيت اجيب نسب بسيطه يعني منها، مش زي السنه اللي فاتت يعني. والله حاجه رمضان كل الاسعار بتاعتها غاليه جدا، مش عارف ليه الشهر دوت السنه دي بالذات الاسعار بتاعتها غاليه، فمش عارفين نعمل. انا لحد وقتنا هذا ما جبتش حاجه رمضان. شهر مفترق وشهر صيام، مش معنى كده ان احنا يعني هنصوم بالنهار ونصوم بالليل،
وحضرتك لا، هو ربنا سبحانه وتعالى بيحلل للفقير زاده. يعني الحاجة اللي كنت أجيب منها مثلا 5 كيلو وأجيب منها 2 كيلو يعني فعلى حسب الأسعار صراحة، وعلى حسب السوق يعني، لما بلاقي حتة فيها أسعارها كويسة بشتري يعني. إحنا مش متعودين مثلا إن في رمضان لازم نشتري خزين معين، يعني بنشتري الحاجة بس في المتوسط، لأن دايما الترشيد أهم حاجة عشان خاطر البلد.